دكتور، لنعرف انه حضرتك اختصاصك في العظام العمود الفقري للاطفال اكثر شيء، ويعني كنت عم شوف على التواصل عندك وعملت بحث عنك شوي انه قد ما عندك عجقه للمواعيد، اول موعد بواحد اذار عندك الواحد يقدر ياخذ موعد. نعم، هلا نحن بمارسي سي ان سنتر دو ريكور، يعني كل الحالات المستعصيه بكل جنوب فرنسا وحتى بايطاليا بيبعثوا لنا اياها لانه متخصصين بهالجراحه الدقيقه. انتو لاتيمون اوبيتال لاتيمون يعني نعم مستشفى لاتيمون انفون. نعم، واكيد هي مستشفى جامعيه من السبعينات بفتكر، صار تقريبا نعم. 50 سنه. نعم. يعني نعم. مستشفى جامعيه وهي ثالث مستشفى بفرنسا بكبرها وحجمها وعدد مرضاها من بعد مستشفيات تبع باريس. وحضرتك بتتبوأ مركز كثير مهم بهالقسم للاطفال بهالجامعه الكبيره بهالمستشفى. كتر خير الله، كتر خير الله، تعلمت مع اساتذه مشهورين هون بمارسي وفي منهم طلعوا على التقاعد واستلمت محلهم وعم بكفي بهالاختصاص تبع جراحه التشوهات الخلقيه بالظهر عند الاطفال. وهيدا اللي صار معك هيدا بمنتصف الشهر مع ولد عمره 3 سنين ايطالي الاصل كمان. نعم، ايطالي الاصل عنده مشكله بظهره وبعثوا لنا اياه من ايطاليا واستقبلته انا بتيمان بمارسيل. والحمد لله العملية نجحت، كنت متابعه قبل وخلال العملية وما بعد، يعني هالولد اللي كان مفقود الأمل إنه يمشي رح يقدر يمشي إن الله راد؟ إن الله راد، إن الله راد. هلا هيدا الصبي قصته بتحزن شوي لأنه أهله ما عندهم غيره. نعم. وإجا بعد فترة طويلة من المعاناة تيقدروا يحصلوا عليه. بس اجى عنده تشوهات خلقيه بظهره بالحوض، عنده هيدا مرض نادر يعني فيه شيء 100 حاله بالعالم. هو سكوليوز دكتور او لا؟ مش سكوليوز، هيدي بتشبه السكوليوز. اسمه تحديدا ديسبلازي اسكيو فيرتيبرال، يعني بيكون في تشوه خلقي بالعمود الفقري وبالحوض. هيدا بيؤدي لتشوه بالظهر، بيصير في عنده انحناء كثير وحاد وبيبلش من اول ما يخلق، حتى من قبل ما يخلق ببلش عنده. دكتور كمان اختصاصك في السكوليوز اذا ماني غلطانه، لان بلش يصير في جمعيات في لبنان لهالسكوليوز، انا عم تكتر كمان عندنا بلبنان. نعم، مزبوط، في عندنا سكوليوز بلبنان وجمعيات بتهتم فيها وحكما بيعملوا هالعمليات. هيدي السكوليوز هي يعني اذا بدك بصير يبرم الظهر بشكل غلط بالثلاث دون لي تروا بلون دو ليسباس، بصير على شكل اس او غير اس يعني حسب ما يكون. دكتور حضرتك يمكن هالتقنيه هي اللي ضربت والحكي عنها لان الاولى في العالم انعملت، انت على طريقه تقنيه خاصه فيك ما هيك؟ بقول لك ليش الاولى بالعالم. هلا قبل هالامراض وهالحالات كانت بهالحاله تحديدا كان يصير في تثبيت للظهر مثل ما هو بالحردب اللي عنده اياها. نعم. تبقى موجوده وبس بيعملوا له فسحه لدوده الظهر الموالي بينيير، بيتركوا لها فسحه كرمال تتنفس ويضلوا الولد يقدر يمشي. بس بهالحالات التشوه هو قوي لدرجه انه مالجري هالشغله، مالجري هالتثبيت اللي بيصير بالظهر، الانحناء بيضلوا يكفي. بقى الشغله الجديده بهالتقنيه هي جاي من وراء اجتماع ثلاث عوامل اذا بدك. اول شيء عندنا ماشين جديده بالتيمون بتخلينا نقدر نكون كثير دقيقين بالعمليه وبنشوف العمود الفقري دون لي تروا بلون دو ليسباس بشكل 3D من ابعاد السوري. هذه اول شغله، بتخلينا نقدر نحصل على دقه كثير قويه بالنسبه للنظر وللعمليه. ثاني شغله هي عندنا
مكنة كمان ماشين بتخلينا نراقب حركة دودة الظهر يعني حركة الأعصاب خلال كل العملية يعني هيك فينا نوصل للماكسيموم من الجرأة إذا بدك الجراحية ونتقرب من دودة الظهر بدون ما نعمل لها ضغط عليها. دكتور روبوتيك يعني جراحياً. روبوتيك أو بأيدك أيديك المباركة بأيدينا بأيدي ربنا كمان بس دونك السكانر يلي هو أول عامل تاني عامل إن البوتنسيال إيفوكي اللي يعني معناتها مراقبة حركة الدودة خلال العملية وتالت شغلة عندنا مقص جراحي بيشتغل بشكل انه ما بيخلي الظهر ينزف هذه شغلة كتير مهمة عند ولد وزنه 10 كيلو وكل نقطة دم بجسمه الأهميتها بالنسبة لهيك عملية والشغلة الزيادة كمان انه هالماشين اللي عندنا اياها وقت اللي انحطت بالمستشفى انحطت للأشخاص اللي وزن فوق 50 كيلو يعني ما فينا نستعملها عند ولد عمره 10 كيلو فطلبنا انه يتغيروا البارامترات تبع السكانر وتنقدر نفوت الولد قالوا لنا ما فينا نعمل هالشيء ما في دراسات وابحاث بتسمح لهالشيء لانه نخدع مسؤوليتنا لانه ما في عندنا امل غير هالعمليه لهذا الولد وهيك صار يعني يعطيك الف عافيه دكتور هذا التحدي هي الروح الربانيه اكيد وروح اللبنانيه اللي فيك ابن لبنان ابن الجنوب دكتور انا بدي استاذنك خبراتك رح تمرقها على لبنان كلها هلا بلبنان يعني عندنا جراحين عظيمين وبيقوموا بعمليات كثير كثير صعبه ومهمه الشغله اللي بتنقص بلبنان هي التقنيات المبادره تبع تطور المكانات اللي مش موجوده بعد عندنا بلبنان عقبال ما تصير يعني بتمنعنا ان شاء الله يا رب بتمنعنا انه نقدر نقوم بهيك عمليات بهالدقه دكتور بس ان شاء الله بقوه حكومتنا ووزارات وزاره الصحه والمسؤولين عندنا بنقدر نجيب هالمكانات على لبنان نقدر نستعملها للمرضى اللي حاجه